قيمة العطاء. كان في يوم رجل كبير في السن مريض في المستشفى. كل يوم يأتيه شخص يعتني به ويتجول معه في حديقة المشفى، يطعمه ويجلب له ملابس جديدة كل زيارة. في يوم جاءت الممرضة فقالت للرجل المريض: ما شاء الله، إن ابنك بار بك، أدعو الله أن يحميه ويجعله من أهل الجنة لبره فيك. رد العجوز: هذا ليس ولدي، لكن تمنيت أن يكون أحد أبناء العشرة. قالت الممرضة للرجل وهي متعجبة: إذن من هذا؟ رد العجوز: هذا يتيم يسكن قريبا من بيتي، وعندما كان صغير فاقدا والديه وجدته جالسا أمام المسجد يبكي، أشفقت عليه فأحضرت له الحلوى. مرت الأيام، ظل هذا الصبي يسأل عني من وقت إلى آخر حتى كبر وتزوج هذا اليتيم. وعندما علم بضعف حالي وتخلي أبنائي عني، أصبح يزورني كل يوم في المستشفى، وأخذ زوجتي المسنة معه تعيش عندهم في البيت، حتى أخذ هو وزوجته على عاتقه إعانة زوجتي المسنة. صدمت الممرضة مما سمعت من الرجل، لكن أضاف الرجل: عندما سألته في يوم من الأيام قلت له: يا بني، لماذا تفعل هذا معي جزاك الله خيرا، فأنت لست مجبرا على فعل هذا؟ قال: لأن طعم الحلوى ما زالت في فمي. قد نعطي دون حب، لكن لا يمكن أن نحب دون عطاء، وأنا أحببتك، وهذا ردا للجميل.